بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 18 من الدروس الفقهية اليومية من كتاب الفقه المنهجي. نحن وصلنا إلى شروط صحة الصلاة، وقلنا الشرط الأول الطهارة، طهارة اللباس والمكان والبدن، والشرط الثاني العلم بدخول الوقت، والشرط الثالث ستر العورة. طيب، الآن وقفنا عند حدود العورة خارج الصلاة. يعني ما دام الحديث عن العورة، طبعا عورة الرجل ما بين السرة والركبة في الصلاة هو تكلم، وأيضا عورة المرأة كل المرأة ما عدا الوجه والكفين. طيب، الآن يقول حدود العورة خارج الصلاة. قال حدود عورة الرجل أيضا ما بين السرة والركبة، بالنسبة للرجال أيا كانوا، يعني أجانب أو أقارب، يعني نحن الآن مع بعض أجانب، مع أبوك نفس الشيء من السرة للركبة، مع ابنك مع نفس الشيء، انتبهت علي؟ طيب، حدود عورة الرجل ما بين السرة والركبة بالنسبة للرجال أيا كان، وبالنسبة لمحارمه من النساء، كما بالنسبة لوالدتك، لأختك، لبنتك، لخالتك، لعمتك، للمحارم الذين لا يجوز لك أن تتزوج منهم، أيضا من السرة إلى الركبة. طيب، أما عند النساء الأجنبيات فما عدا الوجه والكفين على المعتمد. يعني بالنسبة للنساء ما بتجي بتقعد قدامهم ما بين الأجنبيات السرة والركبة. طبعا كلمة على المعتمد، يعني هذه المسألة فيها خلاف، تبانا، وأيضا بين المذاهب فيها خلاف، يعني أنه لكن ربما أخذوها من حيث الفتنة، أنه خاصة إذا واحد جميل يعني وكشف صدره وكذا قدام النساء هذا في فتنة. نعم، الله، هذا بالنسبة للنساء الأجنبيات. أي لا يجوز للنساء الأجنبيات أن ينظرن إلى ما عدا وجه الرجل الأجنبي وكفيه، فإن كان النظر بشهوة حرم بالنسبة للوجه. يعني ممكن رجل يكون جميل، سيدنا يوسف أوتي نصف جمال أهل الأرض، فإذا واحد يعني دائما النظر بشهوة يحول الحلال إلى حرام. يعني واحد بنته لو نظر إليها بشهوة يحرم أن ينظر، لو صار هيك ينظر لها نظرة، في ناس شاذين، في ناس بيشربوا حبوب، في ناس في قصص يعني استفتينا فيها، فتلاقيه عم يشرب حبوب ومنحرف وزوجته موجودة، فبصير ينظر لبنته والعياذ بالله. هذا إذا بدأ ينظر إليه نظرة شهوة يحرم عليه الخلوة بينهما، ومنقول له حتى النظرة هي حتى الوجه خلص، يعني بتختلي منه إذا هذا الرجل منحرف، لأنه حتى لو كان أب. طبعا هي حالات نادرة، لكن نحن عم نحكي الحكم لهذه الحالة النادرة، مو عم نقول البنت بتتحجب من أبوها، لا، نقول إذا كان أبوها منحرفا ورأت أنه ينظر إليها نظرة غير صحيحة. طيب، قال الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. الآن خلصنا من عورة الرجل بالنسبة للرجال الأقارب والأباعد، وبالنسبة للنساء وبالنسبة للأقارب والأباعد، بالنسبة للنساء المحارم والأجنبيات. طيب، قال وحدود عورة المرأة، هلا خارج الصلاة عم نحكي. طيب، عورة المرأة، هلا واحد بيسأل شو هي عورة المرأة، مو هيك يا نور؟ طيب، قال عند النساء المسلمات، يعني بينها وبين وحدة مسلمة، يعني جارتها رفيقتها، قال ما بين سرتها وركبتها، بس ديش تكون مسلمة، تبانا. أما عند النساء الكافرات فما عدا الذي يظهر منها لضرورة القيام إلى عمل ما كخدمة البيت ونحوه. يعني نحن
نميز بين المرأة إذا كانت مسلمة وإذا كانت كافرة. إذا كانت مسلمة انتبهنا فمن ما بين السرة الركبر المرأة على المرأة. إذا كانت كافرة لا كل عورة إلا ما يظهر منها أثناء الخدمة. فروض واحدة عم تشتغل عند واحدة بأي عمل فكشفت إيدها هيك شوي، تكشف طرف شعرها، هذا كله معفو عنه، مرأة أجنبية. طب نين جبنا هذا الكلام وليش؟ قال جبناه من قوله تعالى أو نسائهن، قالوا نساء المسلمات أو نسائهن، ذكر الله المحارم بعدين شو قال؟ أو نسائنا، قالوا نساء المسلمات. وقالوا لأن المرأة غير المسلمة، المرأة الكافرة، إذا رأت امرأة جميلة وصفتها لزوجها قد يؤدي هذا إلى محاذير وإلى فتنة. ما عندها دين فتروح بتوصف لها شو اليوم جارتنا أو اليوم رفيقتنا، شو هالجمال، شو هالما بعرف شو، فقد يؤدي هذا إلى ما لا تحمد عقبة. على أي حال هذه المسألة، هذه الآن نحن عم نقرأ مذهب الشافعية، هذه المسألة يعني قرأت فيها أظن لي أبي الحسن علي الحسني الندوي رئيس الجماعة الإسلامية في الهند اجتهاد، قال أو نسائهن، قال النساء المؤدبات، يعني أخذها على الحشمة ما أخذها على الإسلام. فإذا المرأة إلى جارة غير ملتزمة حتى لو كانت مسلمة ما بتتكشف قدامها إذا كانت منحرفة، انتبهنا، فهو أخذها على هذا الموضوع. على أي حال قالت الله وأما عند الرجال المحارم لها المحرم يعني أبوها أخوها فما بين السرة والركبة فيجوز لها أن تبدي سائر أطراف جسمها أمامهم بشرط أمن الفتنة. انتبه بشرط أمن الفتنة. هلأ أنا بيعجبني بهالموضوع عاد يعجبني بسبب الزمان، أنا لا أرجح الآن ترجيحا فقهيا. المذهب الحنفي من عند الأسداء وإنت نازل هذا المرأة عورة على أبوها وابنها، فهذا الزمن زمن فتن يعني، وهي الشبكة العنكبوتية يعني تجعل الشباب يدخلون إلى أشياء يعني تحرك فيهم الشهوات وتؤدي إلى الانحراف. لذلك الأخذ في هذا الزمن بالمذهب الحنفي أحوط. على أي حال الشافعية ماذا قالوا؟ قالوا وأما تبع لي عند الرجال المحارم، يعني عورة المرأة قدام أبوها قدام ابنها قدام أخوها، قال فما بين السرة والركبة كمل، أي فيجوز لها أن تبدي سائر أطراف جسمها أمامهم بشرط، مين حفظ الشرط؟ أمن الفتنة. طبعا هذا الحكم، أما ما عم بحكي على الأدب، الأدب لا، الأدب تجي واحدة قاعدة بالحفر قدام ابنها أو قدام أخوها أو قدام أبوها، هذا ليس من الأدب، انتبهنا، ليس من الأدب. نحن تعودنا يعني ببيئتنا، ولما بقول بيئتنا كلاتنا نفس البيئة، يعني نحن تعودنا. تعال شيخ وليد، عطيل الشيخ ولي بسرعة. تعودنا نحن أحبابنا ببيئتنا حقيقة إنه الوحدة بتكون قاعدة عند هي وزوجها لابسة مزينة، قاعدة بالحفر، جزء من صدرها باين، زوجها، الزوج يعني ما منقول بقى هذا الكلام، زوج نعم. فلما بيدخل عمها بدق الباب بده يفوت، بتروح بتلبس شيء على كتافها فبتستر الـ 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 الأرداب. طبعا ما منقول حرام، شو منقول؟ أدب، أدب. فينبغي على المرأة أن تأخذ بالأدب. أنا ببين الحكم الشرعي حلال وحرام، بعدين ببين الضابط اللي هو أمن الفتنة، بعد ذلك لوين بنتقل؟ للأدب. في ناس بتقلك يا أخي هي سنة، ليش ما عم تصلي سنة الظهر؟ سنة. وليش ما عم تصلي سنة العصر؟ سنة. شو سنة يعني؟ سنة يعني الله عز وجل أمرنا بها لكن تخفيفا لم يوجبها علينا، هي معنى السنة.
فطيب شلون بده يشفع عنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب هاي الآداب تدخل بالسنن أيضا، فنحن بنترك ثلاث أرباع الدين إذا تركنا السنن. طيب أنا ما عم أقول السنة يعني مثل الفرض، بس في هيك مسائل لا ما بنتساءل فيها، الأدب هنا مطلوب، الأدب هنا مطلوب. طيب قال: وأما عند الرجال المحارم فما بين السرة والركبة، أي فيجوز لها أن تبدي سائر أطراف جسمها أمامهم بشرط أمن الفتنة، وإلا فلا يجوز ذلك أيضا. كم دقيقة صار؟ 11 بكفي، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.